سنة 2012 بالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا بين مصر والنيجر. دخلت معزة سودة أرض الملعب، وكان قبل الماتش بيتم رش لعيبة المنتخب بمية غريبة مع كلمات مش مفهومة، ويومها مصر خسرت الماتش 1-0. ماتش بين فريقين في أفريقيا، الفريق ده بيحاول بكل إمكانياته أن يجيب جول، لكن كل مرة الكورة مش بتدخل الشبكة بطريقة غريبة، لحد ما لاعب لاحظ وجود حاجة بتدل على سحر موجود، فجري اللاعب وأخذ الحاجة دي اللي كانت محطوطة عند المرمى وطلعها برا الملعب ودقايق والفريق دخل جون. فده صدفة ولا سحر؟ تعال احكي لكم حقيقة وتاريخ السحر الاسود في كرة القدم، ودي حلقة مهمة جدا قبل كاس العالم. جامايكا وجوجو وموتي وعروسة الفودو، اشكال وانواع مختلفة من السحر الاسود في الكرة علشان تكسب ماتش، تصيب لاعب او تحل لعنة على فريق طول العمر. وتطور السحر والهوس بالشعوذة لدرجة ان لعيبة الفريق الواحد بقوا يستخدموا السحر ضد بعض. بس قبل ما ابدأ هحكي لكم شوية حاجات عن وقائع حقيقية حصلت. ماتش المنتخب المصري قدام السنغال في بطولة كاس الامم الافريقية سنة 2002، لقى مراقب الماتش كيس موجود تحت مقاعد البدلاء عندنا في المنتخب المصري، ولما فتحوا لقوا فيه عظم حيوانات محفور عليها طلاسم وشوية اعشاب وورق صغير مكتوب عليه بلغة غريبة، وتقال ان دي واحدة من الترانيم الافريقية علشان تربط المنتخب المصري وما يكسبش. وفي 2017 الماتش النهائي بين زامبيا والسنغال لكأس امم افريقيا للشباب في الدقيقة 58، زامبيا كانت متقدمة 2-0، وده وطر فريق السنغال جدا، ولاعب منهم خلال ضربة حرة طلع حاجة من شرابه ورماها في مرمى زامبيا، وبعد لما اللعيبة شافته طلع ان الحاجة اللي رماها دي كانت خفاش ميت. طب ايه هو سحر الجوجو؟ الجوجو هو سحر شعبي منتشر في مدن غرب افريقيا، وبيعتقدوا فيه انهم بيدخلوا ارواح او قوة سحرية في حاجات زي العرايس او التمائم، او ساعات بيحطوا ريش فراخ عليه دم وبيرطوه في شكل حزمة كده وبيثبتوها على حيوان صغير زي الماعز، او بيستخدموا عظم بشري. وفي الكورة سحر الجوجو بيتعمل جلسات مع اللاعبين، وبيتم دبح قرابين زي دبح معزة على خطوط معينة في الملعب، وصحرة تنين بيرشوا أماكن في الملعب بالدم أو مرارة الماعز أو مياه غريبة. لكن الشرط الوحيد اللي بيطلبوه علشان السحر ينجح هو أنهم يؤمنوا بيه ويحافظوا على سريته. تاريخ استخدام الجوجو في كرة القدم بدأ بالتحديد سنة 92، لما استعان وزير الرياضة الإيفواري بساحر مشهور في أفريقيا اسمه جيباس بودابو علشان يساعد منتخب كوتيفوار انهم يفوزوا بكاس امم افريقيا. وبسبب خلاف مادي بينهم اتوعد الساحر للفريق وحل عليهم لعنة بالخسارة لمدة 20 سنة جاية. والغريب ان ده حصل فعلا، وبرغم ان المنتخب فيه عدد لعيبة محترفين واغلبهم بيلعبوا في نوادي كبيرة في اوروبا، الا انهم كانوا دايما بيفشلوا مع المنتخب لحد سنة 2015. بعد 23 سنة من لعنة بودابو فازوا وقدروا اخيرا يفكوا اللعنة. وفي نوع تاني من السحر هو سحر الدنبوشي، والدنبوشي ده هو نوع من انواع السحر الكروي المنتشر اكتر في السعودية، وكان بدايته سنة 1978 في ديربي مدينة جدة بالنادي الاهلي والاتحاد، لما رفض الفريقين النزول لارض الملعب بسبب اشاعات اتقالت قبل الماتش ان في سحر معمول وان الفريق اللي هينزل الاول هيخسر 2-0، لدرجة ان ميعاد الماتش اتأخر وتدخل الحكام وطلبوا من اللاعبين ان هم ينزلوا في نفس الوقت مسكين ايد بعض، وخلص الماتش بالتعادل 2-2. ده غير الحادثة المشهورة بتاعت فرخة الدنبوشي، الفرخة الميتة اللي اترمت جوه الملعب من ورا جدار وقت ماتش في السعودية، وكان مكتوب عليها هنكسبكم 2-1، وبالفعل دي كانت نتيجة الماتش في الاخر، لدرجة ان في فرق كتير في السعودية بتستخدم الرقاة الشرعيين علشان يحموا نفسهم من السحر. بس السحر الاسود في الكورة برغم ان مصدره ونسبة استعماله في افريقيا هي الاكبر، لكنه برضو متواجد بقوة في العالم الغربي، زي مثلا تصريحات حارس مانشستر يونايتد لما قال ان اسباب سوء حظ الفريق لمدة طويلة ترجع للسحر الاسود. وسحر كرة القدم كان ليه دور برضو في الدوري البرتغالي، لما استعان نادي بورتو بساحرة اسمها مادالينا وعينوها في الفريق بمنصب دكتورة. ده غير المدرب أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد اللي اتقال عليه كلام كتير بانه بيلجأ للسحر الاسود وانه دايما بيكون معاه ساحر افريقي في كل الفرق اللي بيدربها. وكمان قصة جاري بيل حارس مرمى مانشستر يونايتد اللي بعد ما تعرض لخسارة كبيرة استعان بساحر من جنوب افريقيا وبدأ يعمل له طقوس معينة قبل الماتش، وربط شريط ابيض واحمر
على مرماه وحط قفل في الشبكة في نهائي كاس انجلترا سنة 1983 وفاز ساعتها الفريق 4-0. وما ننساش عرايس الفودو اللي بيطعنوها بالدبابيس وبيكتبوا عليها وكل عروسة بتمثل لاعب في الفريق المنافس. السحر في كرة القدم ظاهرة مش جديدة، لكنها للأسف لحد دلوقتي موجودة وبشدة، وناس كتير بتصدق انها السبب في تحديد مصير اهم المباريات. الحلقة دي كانت حلقة مهمة جدا قبل كاس العالم. سلام عليكم.